دلوقتي هحط لكم لينك، اعملوا سواب اب عشان تروحوا للويب سايت على طول. اتفرجوا بقى براحتكم. عشان تطلبوا محتاجين ان انتوا بس تعملوا اكونت، سهل جدا وتطلبوا. وزي ما قلت لكم بقى ان هو الحاجات بتوصل من 7 10 ايام، وفي كمان ممكن توصل اقل. وايه تاني عايزه اقول لكم عليه؟ وزي ما قلت لكم سهل ان انتوا تبدلوا اقتراح اي حاجه. وفي حاجه كمان سهل ان انتوا تبدلوا اقتراح اي حاجه. وفي حاجه كمان حلوه ان هما بيكتبوا لك الدليفري قد ايه، يعني بعد ما تخلصي وتعملي التشيك اوت بيكتبوا مثلا لو الحاجه دي مثلا الدليفري بتاعها 1 جنيه، فبيكتبوا 100 جنيه التوتال، يعني انت مش بتحتاجي بحاجه تانية خالص. فتشيك كده الحاجات، اي حاجات عجباني او سعرها كويس هنزلها لكم على طول. بس هتقولوا كده اتفرجوا، بدها حاجات كتير قوي هتعجبكم. للي بيجهز او اللي ناقص حاجات في البيت، يعني فعلا كل حاجه هتلاقوها هناك. للي بيجهز او اللي ناقص حاجات في البيت، يعني فعلا كل حاجه هتلاقوها هناك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.